اسهل حاجه في الدنيا هي انك تشوف نص الكوبايه الفاضي، خصوصا لما يكون اكتر من النص بشويه هو اللي فاضي، وخصوصا لما يكون الوقت اللي العالم كله بيعدي فيه وقت صعب، وكل الناس بتتكلم عن مساوئ السنه، سواء من امراض او كوارث طبيعيه او كوارث اقتصاديه، وكل ده كوم، والكوارث الشخصيه كوم تاني، اللي ما بقاش عنده شغل واللي مرتبه قل النص واللي مش عارف يشتغل واللي محبوس في البيت. في وسط ضغوط نفسيه وماديه قاسيه جدا، طبيعي ان احنا نشوف السلبي، بس الحقيقه انا عديت بكام يوم نكد مش طبيعي، لاني ركزت بس على النظره السوداويه للاوضاع. بعترف ان انا استسلمت للنظره دي وسبت نفسي اتسحب لتحت لحد ما غرقت في وسط مشاعر كلها ضلمه وكآبه. وعشان اطلع من الحفره دي كان لازم اعمل مجهود رهيب اني ابص بطريقه مختلفه على نفس الواقع ونفس الظروف اللي حواليا. فيليبي 4 بيقول: اخيرا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مصر، كل ما صيته حسن، ان كانت فضيله وان كان مدح ففي هذه افتكر. عشان اطلع من النظره السلبيه دي كان لازم استوعب ان نظرتي سلبيه، وبعدها اقرر ان انا ابص على الامور بشكل مختلف. الايجابيه اختيار، بختار اشوف الحلو والكويس والمشجع والعادل والحق والنظيف واللي بيفرح في وسط العالم الوحش الاسود اللي عايشين فيه. تسالونيكي 5 بيقول: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئه الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، وإله السلام بنفسه هيحفظنا ويقدسنا ويشيلنا على أيديه. يا رب ملناش غيرك، انت اكتر واحد شايف التعب والصعوبات والظروف الصعبة اللي بنعدي فيها، انت اكتر واحد حاسس بمشاعر الغضب والفشل والخوف والعجز اللي بنعدي بيه. نفسي اطلب منك تغير الظروف، بس انت قلت اننا نقدر نفرح في كل حين. عايز اطلب منك ان انا اشوفك في وسط الظروف الصعبة، عايز اقدر اثق فيك وفي انك هتكفيني في وسط الوقت ده، عايز اصدق فيك واطمن على نفسي وبيتي ومستقبلي وعيلتي وفلوسي في ايديك. يا رب بصلي علشان كل واحده شايله هم، كل واحده مش عارفه تشوف حاجه واحده ايجابيه الفتره دي، اغمرها بسلامك اللي عقلنا مش ممكن يستوعبه، وريها حبك واحتوائك ليها يا رب، غرقها من فرحك وديها تسكن تحت ظل جناحك يا رب.